اهلا بكم مشاهدي الكرام في حصتكم بين البارح واليوم. نقول لكم يصح فطوركم ويصح سهرتكم. موضوعنا لنهار اليوم راح يكون الحب. ما هو الحب؟ الحب هي كلمة اشغلت كل الناس اليوم، الصالح والفاجر، المؤمن والكافر، لان الانسان بدون حب لا يعيش. بكري كان الحب الشخص لما يبقي بنت ويشتيها يروح للبيت يخطبها مباشرة، أما اليوم الحب في زمننا هذا تغير كثيرا. مشاهدي الكرام، روحوا وإياكم إلى فقرة أسئلة ومقترحات ثم نعود. أسئلة ومقترحات. متابعينا الكرام، كنتم مع فقرة أسئلة ومقترحات. سؤال حلقتنا لنهار اليوم: ما الفرق بين حب زمان وحب ذروك؟ هل هو صدق النوايا أم كذب أم مشاعر؟ ننتظر إجاباتكم عبر تعليقاتكم على صفحتنا. مشاهدينا الكرام، كلمة المثل يقول، والله شاعر يقول: أمر بالديار ليلا أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شقفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. كلكم تعرفون الشاعر الأصمعي، شاعر لغوي. بعد النهار جفيت على صخرة، حجرة احنا كما نقول، لقى فيها بيت شعري مكتوب يقول فيه: يا معشر العشاق خبروا، إذا حل عشق بالفتى فكيف يصنع. الأصمعي طبعا إنسان فضولي، رد في القصيدة يقول: يداري هواه ويكتم سره ولا أحد به يخبره. فرد العاشق: كيف يداري هواه ويكتم سره والحب في قلبه يتقطع. فمر اليوم الموالي الأصمعي فوجد تلك الإجابة ببيت شعري فرد، فيقول: لا شيء ينفأ ذا العاشق سوى الموت ينفأه. فوجد الأصمعي ذلك الشاب مذبوح على تلك الصخرة، ذبح نفسه ويقول: عشقنا فمتنا فبلغوا. إذا مشاهدي الكرام، راح نروح وإياكم إلى فقرة قالوا ناس زمان. قالوا ناس زمان، قالوا ناس زمان. قالوا زمان اللي يحب الورود يتحمل شواكها، قالوا زمان اللي يحب ربي يحبب فيه أخلاقه، قالوا زمان اللي يحبك حبه ومن خيرك زيده، إلا كان حبيبك عسل ما تلعسوش قال. مشاهدينا الكرام، كما شفتوا وسمعتوا حكمة ناس الزمان، وقيل: وما في الأرض أشقى من محب إذا وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا مخافة فرقة أو الاشتياق. إذا مشاهدينا الكرام، نتجه وإياكم إلى فقرة قال الشاعر. أصلي بدوي كنت عايش في الصحراء، ما ترعرع في رمالها وهو هزيل، البوسي جلالي بالوبرة حمرة وبرانيس من جريدي مخدومين. إذا مشاهدنا الكرام، يقول الشاعر في قصيدته: كنا كسحليب، كنا كسحليب محلا هبنا، ويا عمري عند العشاق كنا مثال، كانت كل الناس تحدث عنا واللي عرفوا حبنا ظنوها هبال. عشنا من الافراح عشنا ما عشنا، وعمر اللي عشناه هو وصفه قوال، كنا فصل ربيع برود وزينا، وكنا للصيف مطبوءه بهلال.
وبعد تعاشقنا يا ولفي وتهنينا وارتاح البال، التجمع رعد وريح قاوي شتتنا، والكاس المليان طاح الارض وسال، لا تبكي يا امري لا تقولي المكتب فرقنا وما فرقتنا غير سبة الديان. مشاهدي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا الى نهاية هذه الحلقة، ترقبونا في الحلقة القادمة. شباب سلامود 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 سلامود